السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الجزء الثالث من الفيديو وعلى بركة الله. خلاص أنا كده انتهيت من المرحلة دي، هعمل التالي. طيب في الحاجات دي وأنا مش عارف إيه هي الحاجات دي. دي إضافة ترجمة، لو أنت عندك ترجمة بتحط له ترجمة. جميل. هنا بيقول لك إضافة شاشة نهائية. إيه هي الشاشة النهائية؟ إن أنا بلاقي في آخر الفيديو بيطلع لي مربعين وصورة القناة مع بعض، والمربعين دول فيهم فيديوهين مختلفين. تمام. إن أنا محدد فيديوهين مختلفين للجمهور اللي بيسمع الفيديو بتاعي، بحيث إن أي فيديو فيهم ممكن يعجبهم، أو أنا مثلا عامل سلسلة بتاعت فيديوهات فبربط الفيديوهات ببعضيها بحيث إن المتابع عندي ما يتوهش. خلص الفيديو ده يدوس على الفيديو ده ينقله على طول على الفيديو، بحيث ان هو يكمل بقيه مشاهده عليه. طبعا احنا هنعمل اضافه تمام من هنا، وبرده زي ما اتفقنا القناه لسه ما لهاش اي فيديو عشان اقدر ان انا احط. تمام. فاحنا هنا هو هيطلع لنا لو احنا حاطين فيديوهات، ان احنا هنحدد هنا مثلا يعني ديت كده، تمام، اللي هي الصوره ومربع واحد. تمام. انا بحركهم، هما هيظهروا لي كده على الفيديو مثلا. تمام. وهاجي امشي بيه كده هنا اهو، واسيب ده كده واعمل له حفظ على اخر وقت في الفيديو. تمام. ويبقى انا كده ظبطت الفيديو بتاعي. خلاص. تجاهل بقى التغيرات. اضافه باقات. ايه اضافه باقات ديت؟ ان انا ساعات بشوف حد بيتكلم في فيديو او الناس بيبقى في فيديو على اليوتيوب وبيطلع كده ايه شريط كده لونه ابيض، يقول لك لو في عند فوق عند الحرف بتاع الاي في انا سايب لكم فيديو، لو دوست عليه هحولك عليه. برده دي طريقه تانية. تمام. ان انا اقدر اعمل برده من هنا اضافه، وبحدد الفيديو اللي انا عايزه وبحدد الوقت اللي انا عايزه يطلع فيه. تمام. لو عايز احط اكتر من فيديو هحط قوائم تشغيل فيديو، اي حاجه انت عايز تحطها هتحطها وتحدد له الوقت. تمام. كده دي اهم حاجه، ان انا برفع الفيديو بتاعي لازم اعمل الحاجات دي مظبوطه جدا، لان لو عملت الحاجه دي مظبوطه جدا بجد هتفرق كتير، هتفرق كتير بجد. تمام. هنعمل التالي. تمام. هنا ايه معناها دي؟ عملية التحقق، ان هو بيقول لي ان انا مش يعني الفيديو ده انا مش واخده مثلا من عند حد وما فيهوش حقوق طبع ونشر، وان وان، وطبعا انا لو نشرت الفيديو ده هيجي لي عليه حقوق طبع ونشر، لان الفيديو بتاع الفيديو اللي انا رفعته دلوقتي ده لو انا رفعته دلوقتي فعلا وكملت هيجي لي عليه حقوق طبع ونشر فيما بعد، لان الفيديو مقطع صغير من عند ماما صغيرة انا كنت بعمل لها عليه حاجة. تمام. وهعمل التالي وانشر بس كده. ده كده الفيديو، ودي اهم حاجة في القناة بتاعتي لما لسه بادئها، واكمل على نفس الطريقة في كل فيديو وانا برفعه بهذه الطريقة. اعمل تحقيق بالخطوتين، احط غلاف، احط صورة للقناة عندي، اعمل في لمحة. يعني انا دخلت في لمحة مثلا، انا بس عايز يعني ايه، عايز سامحوني يعني. تمام. اوريكم كل حاجة بالتفاصيل. تمام. عشان خاطر الناس تبقى فاهمه وواعيه، يعني ما يبقاش حد عامل قناه ومش فاهم ده عباره عن ايه. تمام. لو جيت دوست على لمحه هنا اهو، كلمه لمحه دي مش هيطلع لي حاجه، هيطلع لي فاضيه. فلازم اكتب حاجه تخصص بوصف بيها القناه بتاعتي، فهيطلع لي هنا الكلام اللي انا حاطه. تمام. وهيقول لك القناه اتنشأت من امتى، وهيبقى منظرها لطيف، ولما يخش لك متابع هيبقى فاهم القناه دي بتتكلم على ايه. تمام. دي حاجه من الحاجات. اي حاجه بقى انتوا شفتوها انا ما شرحتهاش او محتاجين تفهموها اكتر، يا ريت تسيبوا لي بيها تعليق، وانا هجاوبكم بيها ان شاء الله. تمام. وده الموقع، هسيب لكم رابط الموقع ده او التعليق مثبت. ودي قناة مباشر من الاسكندرية. لو انت لسه جديد معايا او انت لسه جديدة معايا، ما تبخليش عليا بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصل كل جديد. احنا بننزل كل جديد. اي معلومة
بتحتاجيها بتعوزيها بتلاقيها عندنا ان شاء الله، مش موجودة بتسيب لنا تعليق او بتسيب لنا تعليق، وبتلاقينا منزلين ان شاء الله فيديو عليها. انا بشكر عائلة ماما صغير امي على اليوتيوب، بشكر اخواتي البنات والصبيان اللي معانا في الجروب والشباب. تمام، بصراحة مفيش حد فيهم مقصر، كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم، قلبهم على قلب بعض، مفيش حد فيهم خالص بإطلاقا بيبخل على أي حد المعلومة هو عارفها. تمام، احنا عندنا جروب معلومات عن اليوتيوب، يعني لو في معلومة حضرتك محتاجها ومش موجودة على القناة، وبدل ما تدور عليها انت معنا في الجروب بتسيب بيها، سيب لنا في الجروب الاستفسار بتاعك، وهتلاقي يعني مباشر من اسكندريه هو ابو ادهم صاحب قناه مباشر من اسكندريه اللي هو العبد لله، تمام، بيرد على حضرتك بالسؤال، استاذ رامي بيرد على حضرتك بالسؤال، الاخوه المشرفين معانا في الجروب لو احنا مش موجودين وهم عارفين يردوا على السؤال، هيرد على حضرتك او حضرتك بالسؤال. تمام، فالحمد لله معانا مجموعه كويسه جدا جدا جدا. اللي محتاج يخش معانا في الجروب يسيب لي تعليق يقول لي يا ابو ادهم عايز اخش معاكم في جروب المعلومات، وانا هتواصل معاه وادخله معايا في جروب المعلومات. تمام، بلاش نسمع كلام من اي حد ونروح نمشي وراه، ده شعار دايما انا ماشي بيه من زمان، ان انا ممشيش ورا اي حد بيقول لي اي كلام. تمام، يعني ما اي حد يقول لكم كلام هو داخل عند حضرتك على محتوى بتاع واحده بتطبخ وعملت حاجه وقالت لك انا اسف يعني معلش، وقالت لك اللي انت عملته ده غلط وده هيضرني، قول لها ايه يعني، ايه الاثبات بكده، ايه الاثبات بكده ان هو غلط؟ حضرتك بتعملي طبخ، مش عارفك بقوانين اليوتيوب؟ قريتي سياسة اليوتيوب؟ ما قريتهاش. مين اللي قالك؟ اصل هم قالوا لي. مين هم اللي بيقولوا؟ انا مش عارف مين هم اللي بيقولوا. تمام، اي قناة شرح، اي قناة شرح كانت كبيرة ولا صغيرة بتاعت شرح بنزل لك اي معلومة امشي وراها. تمام، لان دي قناته قناة شرح، هو مش هيضر نفسه ووقع قناته بكلام غلط. تمام، لما قناة بتاعت طبخ وتيجي تقول لك اصلك معلومة مش عارف كده 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 وانت شايف المعلومة دي مش صح، ولا حضرتك خليك في الطبخ فنني فيه زي ما حضرتك عايزة، تشغلش بالك بقوانين اليوتيوب. تمام، مع احترامي طبعا لأي حد، لان انا بسمع كلام ما يعلم بيه الا المولى. تمام، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في جديد ان شاء الله.